هاي صبايا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم بدنا نعمل فيديو كتير حلو. بدنا نعمل مسك مكعبات، يعني مكعبات المسك بديل عن مكعبات عبد الصمد الكراشي. هلأ أكيد ما بخبي عليكم وما لح كذب عليكم إنه مش مثل مكعبات عبد الصمد الكراشي، بس في كتير ناس ما عم يقدروا يشتروا أو يحصلوا ببلدهم مكعبات عبد الصمد. فنحن جينا عملنا شغلة كتير حلوة بمكونات بسيطة جدا، وعن جد نتيجتهم كتير حلوة، حتى أحلى من اللي بتشتروهم من عند العطار، أفخم، عارفين شو حاطين فيهم مواد. فاليوم رح نعملهم بطريقة سهلة جدا ونتيجة رائعة. قبل ما بلش الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك، شير، خليكن مثل ما انتو يا صبايا. كيف مشيتوا بالقبل بالفيديو هيك؟ لايكس كتير، كومنتس وهي، لانه عن جد بتفرق. اخر فيديو صار اكتر من 4000 مشاهدة بخلال 4-5 ايام، اللايكس عليه فوق 400 لايكس، فهيدا بيفرق. قبل ما تبلشوا الفيديو دغري اكبسوا لايك انتو، هيك يعني خلوه عادي عندكم، عرفتوا؟ واهم شيء تتابعوا الفيديو على الاخير، نو سكيب ولا شيء، بتكملوا كله على الاخير منشان كل يعني ديتيل بقولها عن جد بتكون مهمه لكم. قبل ما ببلش الفيديو بدي اقول لكم على المواد اللي منعوزة بمكعب المسك. أول شيء بدي العنصر أو المادة الرئيسية هي شمع النحل. مثل ما شايفين هيدا شمع النحل أو شمع العسل مثل ما بتقلوه. في كتير ناس بيقولوله شمع نحل، شمع عسل، أنا بقوله شمع النحل صراحة، طبيعي مخصص للبشرة. هلأ في منهم بيبيعوه منه طبيعي بيستعملوه للبشرة كمان، بس أنا بفضل أكيد الطبيعي منه. بحاجة كمان ل زيت البارافين. ليه؟ لأنه زيت ما في أبدا لون ولا ريحة. ما عندكم زيت البارافين، في بارافين فيكم تحطوا زيت اللوز الحلو. بحاجة كمان ل زبدة شيا مسحوبة منها الريحة. صبايا ما تقولوا لي زبدة شيا الخام، لا، زبدة شيا الخام ريحتها ما حلوة أبدا، يعني ساعتها ما تعملوا مكعب مسك، أوكي؟ إذا بدكم تعملوا مكعب مسك ريحته حلوة فايدته بتجنين، بدها تكون زبدة الشيا هيك، أوكي، مسحوبة منها الريحة، ما إلها ريحة بالمرة. كمان بحاجة لزيت جوز الهند الأبيض، شفتوا لونه أبيض، هيدا اللي بيجمد بالشتوية. هلا ليكن إحنا عنا الشتا بلش والبرد بلش، بس شفتوا كيف بصير هيدا بالصيف بصير سائل، بس هلا بالشتوية بلش يجمد، بعد بيجمد أكتر من هيك، بس لأنه ما في كتير برد فبتلاقوه ليكم عم بشيله بسهولة من المرتبين. وبحاجة كمان ل زيوت، من أهمها زيت المسك. بما أنه اسمه مكعب المسك فلح نحط له مسك. هلأ فينا نخلط بالزيوت، بس الزيت اللي لازم تحطوه هو زيت المسك، وفيكم تدعموه بزيت تاني مثل زيت الورد، زيت اللافندر، زيت الجاردينيا، زيت خشب الصندل، أي زيوت عطرية حلوة. يعني أنا فيي أعمل مثلا مكعب مسك عادي بس حط له زيت المسك اللي هو الطبيعي العادي، يعني اللي بنشوفه بالسوق. وفي اعمل كمان كشغله انه نجدد او نغير بالشيء اللي عم نشوفه بالسوق، مثل مثلا نعمل مكعب مسك ورد، مكعب مسك خشب صندل، مكعب مسك عود، يعني من بنعمل شغلات جديده، عرفتوا؟ انا اليوم رح اعمله بس بالمسك صراحه. وبحاجه كمان لشغله هلأ منا ضرورية بس أنا حبيت استعملها، حقلكن ليه، اللي هي الـ IPM اللي هي الإيزوبروبيل ميري ستيت. شو بتعمل الـ IPM أو شو بيعمل الـ إيزوبروبيل ميري ستيت؟ هيدا بخلي هو مستحلب للزيوت، أوكي؟ يعني نحن مثلا إذا عم نعمل مخمرية زيتية، أنا عادة ما بحط الـ IPM اللي هو الإيزوبروبيل ميري ستيت، ما بحطه، بس لأنه ما بتفصل معي هيدا، الزيوت المخمرية ما بيفصلوا معي. كيف لما تحطوا أنواع زيوت مع بعضها وتحسوا إنه فصلوا، الـ IPM بيساعدكم، هو عامل استحلاب للزيوت، أوكي؟ ححط منه كمية بسيطة جدا.
كمان بحاجة لعنصر رئيسي كتير أنا بلاقيه بهيدا المكعب أو بهيدا المنتج اللي هو لون المايكا. شوفوا لي هاللون المايكا اللي عم يبرق ويلمع. شوفوا لون المايكا البيرل، يعني لون المايكا اللي لونه مثل اللولو. أوكي، نحنا كيف بدنا نخليه هيك بيشبه مكعب عبد الصمد الكراشي؟ فبدنا نحط له لمعة كمان. فهلأ لحن حضرنا المواد وقلت لكم عنهم، هلأ خلينا نبلش وتشوفوا الطريقة قدي سهلة وبسيطة. طبايا بدي منكم تحطوا نفس المقادير، ما تقولوا لي زدت نقصت عملت تركت، لا نفس المقادير لينجح معكم وبيطلع بهالجمال اللي حنشوفه بآخر الفيديو. أول شيء بدي من شمع النحل 50 جرام، حاخد 50 جرام لكن من شمع النحل. الميزان على الصفر، ثلاثة وخمسين، حشيل شوي. صبايا أي جرام ناقص زايد حيأثر عليه. أوكي، هيدا شمع لأن أوكي حطينا لكن 50 جرام بالضبط من شمع النحل. هنحط فوق منهم 10 جرامات من زيت البارافين، اوكي. هحط فوق منهم 5 جرامات من زيت جوز الهند، هنشيل منهم 6، اوكي 5 جرامات لكن زيت جوز الهند. هحط 5 جرامات زبدة شيا، هنصفر. يلا 4 نقطة بدي بعد. اوكي 5 جرامات لكن زبدة شيا، ولحط شوية لون مايكا. ليه؟ أنا ما بدي كمان المكعب يرقد المايكا فيه. لون المايكا هو تقيل شوي بالوزن، مش مثل الألوان المائية ولا الألوان التانية. ليه؟ لأنه في هيدي اللمعة، فكترته حتأثر على المنتج، كترته برقد المايكا بالقاع أو برقد المايكا ب يعني أطراف المكعب. فحنحط هيك يعني شو بدي قلكم شوي صغيرة ومنشوف بعدين كيف حنستعمل المايكا بس ليخلص. هذا لون المايكا، يعني شوفوا قدي بدي حط هالقد، بيطلعوا شي 0.5 جرام. هلأ حاخدهم هيدولي كلياتهم على حمام مائي ليدوبوا كل لون مع بعضهم. اوكي، وهلأ من بعد ما دابوا عندي الشموع مع الزيوت وهيك ليكوا ما أحلاه، صار فيي هلأ حط له الإيزوبروبيل ميريستيد. أنا حطيت شوي بهيدا منشان يتسهل علي، حط بدي حط 0.5 جرام تقريبا. حركهم كتير منيح. طيب بهيدي المرحلة رح نحط الزيت العطري. نحن بالشمع لما نكون عم ندوب شمع ما لازم ننزل درجة الحرارة كتير
للشمع مشان نحط الزيت العطري. ليه؟ لأنه الشمع دغري بيجمد، نحن حاطين كمية كتير كبيرة من الشمع. عادة لما بنعمل شمعة عادية بنوصل درجة الحرارة الشمعة ل 65 لنقدر نضيف الزيت العطري فيها. فأنا حوصل درجة حرارة الشموع اللي حطيتها والزبدة وزيت جوز الهند لل 65 وارجع احط الزيت العطري. وهلا من بعد ما صارت درجة حرارتهم 65، عندي هون انا زيت المسك. اوكي؟ لحط الميزان اول شيء. هنسفير ونحط 10 جرامات من الزيت العطري اللي هو زيت المسك. هحركهم كتير منيح. الريحة ما بخبركم شو حلوة. فيني زيد لل 15 جرام. ليه؟ حقلكم ليه بالأخير. كتير الريحة قوية. هحط بعد 5. اوكي. طيب بحال انتوا عم تحطوا زيت البارد اللي هو زيت العطري، يعني الفراغرنس قصدي، بالشمع والشمع يعني برد معكم وصار يجبل، ما في، حطوها ارجعوا على حمام مائي ثواني اوكي ورجعوا شيلوها، ما رح ياثر على الزيت العطري ابدا لانه كميته كبيره. شوفوا ما احلى بجنن. منضلنا عم نحركهم مدة دقيقة تقريبا. ليه؟ لأنه ما بدي الزيت العطري أو العطر ينزل بالكعب، فبحرك كتير منيح. وبما أنه حطيت IPM حتساعدني هيدي كتير أنه مكعب المسك يطلع مرتب كتير. وهلأ مثل ما شفتوا عندي هيدا القالب أنا الورد، كان عندي واحد مربع مثله صراحة ما ملاقيته، يمكن نسيته بالأكاديمي أو هيك، فححطهم بهيدا، حاسكبهم دغري. واتركوا للمكعب ليبرد. شفتوا بلش كيف يبرد؟ دغري بيتجمد. طيب رح نحكيكم شوي، ما زلنا ناطرين نحن المكعب ليبرد. هحكيكم عن مكعب المسك لشو استعمالاته وليه حطينا هالقد فيه عطر. هلا نحن هيدا مكعب المسك اول شيء صبايا ما فيكم تستعملوه مباشره على البشره. عرفتوا ليه؟ بقلكم احضروا الفيديو للاخير شوفوا هالمعلومات. اول شيء ما فيكم تستعملوه مباشره على البشره. ليه؟ لانه كميه العطر اللي فيه كتير كبيره. ليه حطينا كمية كبيرة من العطر؟ لأنه نحن هيدا رح نستعمله بالصابون، بالمكشرات، بالكريمات، بأي شيء، حتى بالمخمريات فيكم تستعملوه، حتى كمان فيكم تستعملوه بتعطير البيت، يعني تتركوه، ليكو بلش ينشف لاحظتوا؟ تتركوه مثل ما هو محطوط بعلبة بالصالون أو محل ما قاعدين، يعني حدكم على البراندا، بأوضة النوم، بأي محل يعني قريب من انه يكون قريب منكم، بيعطي ريحة كتير حلوة. إذا بدكم تعملوه للتعطير هيدا شيء بيختلف. ليه؟ لأنه نحن ما منعود منحط زبدة شيا وزيت جوز الهند وهيك، لا، منترك بس شمع النحل مع الزيت البارافين مع الزيت العطري، أوكي؟ وبتحطوا أكيد الآي بي إم. الاي بي ام قلت لكم منه ضروري، بس انا بحب انه يطلع المكعب بيرفكت، يعني قوامه وشكله مرتب كتير، فبنمشي للاخير فيه. عرفتوا؟ فاذا بدكم تستعملوه انتم للجسم بمنتجاتكم بتحطوا مثل ما حطيت، واذا بدكم تستعملوه كتعطير للبيت، تعطير للخزائن، بتحطوه بكعب الخزانة، يعني تحت أو فوق محل تيابكم، محل الأحذية، بيعطي تعطير للخزانة كتير حلوة. تيابكم بتطلع ريحتها بتاخد العقل. وحقلكم أو حنعمل واحد تاني إن شاء الله بفيديوهات لاحقة خصوصي لتعطير الخزائن أو المكعب هيدا للتعطير. فنحن عملناه اليوم للجسم. طيب حطينا كمية كبيرة من
العطر، لأنه نحن لما بدنا نستعمله بمكشراتنا ولا الصابون ولا المخمريات ما لح نحطه كله هيدا، حتحطه شقفة صغيرة منه بقلب المكونات أو المنتج اللي أنتوا بدكم تساووه. حيعطيكم ترتيب، مش ترتيب، حيعطيكم تعطير للمنتج كتير حلو، خاصة إذا أنتوا عم تعملوا منتج من المسك. حيعطيكم ترتيب كمان إذا عم تعملوا مكشر، صابون، كريم، أي شيء بيتدوب، يعني هيدا بينحط مع الزيوت لما بدكم تعملوا صابون، وبينحط مثلا مع المخمريات شقفة منه لما بدكم تعملوا مخمرية، فإله كتير استعمالات. أوكي؟ وكمان هيدا مشروع تجاري بامتياز، إذا بدكم تعملوه كمشروع تجاري وتبيعوا، بنصحكم مع كل هالمكونات تحطوا له فيتامين إي كمان تأكسد وتزنخ، ليضل المنتج بريحة حلوة فترة طويلة، يعطي عمر يعني للمنتج. لما بيخلص المنتج بيتغلف مباشرة. ليه؟ لأنه المنتج إذا بينترك، يعني مكعب المسك إذا بينترك مفتوح، هالريحة تبعيته أو العطر اللي فيه حيتبخر، فبس لينشف يبرد على الأخير تركوه 24 ساعة بالمولد، شيلوه بعدين دغري غلفوه بكيس نايلون، بعلبة، بأي شيء، غلفوه من شان ما يخسر الريحة تبعيته. حكيت كتير 4 دقايق، بس إذا بتلاحظوا كل نقطة عم بحكيها مهمة صبايا لإلكن، يعني هلأ أنا في إلكن كلمتين ثلاثة وسكر، بس لإلكن أنتوا أصحاب المشاريع أو صاحبات المشاريع اللي عم تعملوا مشاريع وتبيعوا وتسوقوا، فهالشغلات النقاط الصغيرة مهمة جدا، وصدقوني مثل ما عم بشرح لكم هلأ أنا بشرح بدوراتي الحضورية والمسجلة، فكتير تفاصيل صغيرة أحياناً، شغلة نقطة صغيرة بتفرق، عرفتوا؟ شو كمان بدي أخبركم عن هيدا المنتج؟ هلأ بتشوفوا كيف لح نزينه بطريقة كتير حلوة، حيطلع شكله مبهر، وفيكن تسوقوه. شغلة جديدة ما حدا عاملها صبايا بالسوق، يلا عجلوا، كل وحدة اللي ببلدها اطلقوه مثل ما بيقولوا ببلدكم، تتكونوا أنتوا السباقين. بحب أنا دايماً هيك متابعاتي، خليهم يضحشوا على السوق أول الناس. ويلا شفتوا ليكوا كيف صار، دغري بيجمد دغري، فحأنطروا لينشاف وليبرد على الأخير لنشوف الخطوات التانية شو لح نعمل. وهلأ من بعد ما برد عندي على الأخير ونشف ليكوا، شوفوا القوام قدي حلو، هنشيله من القالب ليكو ملا مكعب، ليكو قوامه، شوفوا حتى ما في شي فاصل عندي، لاحظتوا؟ يعني مكعب مسك عن جد بامتياز، مرتب كتير. انتو بدل ما تحطوه بهيك قوالي فيكن تحطوه بقوالي بمربعة ليبين مثل مكعب، يعني عرفتوا؟ مربعة، أو فيكن حتى تحطوهم بأي مولد أنتو بتختاروها. بخبركن قدي متماسك، رح تشوفوا هلأ قدي متماسك. لاحظتوا؟ طيب لنعطيه هيك تاتش حلوة بيشبه مكعب عبد الصمد الكرشي، شو حنعمل؟ حنجيب المايكا ليكو، شفتوا اللمعة؟ بخبركن قد ايه ريحة حلوة. هلا هو كتير جامد، بس اكيد فينا نبرشه، فينا نقطعه، فينا نستعمله بكذا استعمال.
نحط على الأطراف كمان. مكعب كتير مرتب. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، المكعب عجبكم، جربوا طبقوا هو ذاته. أنا مثل ما شفتوا عملت مكعب واحد أو قالب واحد مسك جامد، اسمه مكعب مسك جامد هيدا. فيكن أنتوا تعملوا كمية أكبر، بتضاعفوا الكمية، بتضربوا بخمسة، بتضربوا بعشرة، حسب أنتوا قدي بدكن تساووا. كل هيدي الكمية اللي عملتها اليوم بتعملكن ما يعادل انه قالب واحد مثل ما شفتوا. ففيكم انتم تزيدوا بس ما تغيروا بالنسب، لانه اي شيء بالنسب اقل ان كان اقل ولا اكثر حينزعلكم يعني قوام المكعب. اوكي، هلا فينا نعمله كمان بمكونات تانية، لانه في ناس بتحب المكعب يكون قطره يعني طري شوي. اوكي، فساعدها منكتر له زيت، منغير المكونات، بس أنا اليوم عملته جامد يعني مكعب مسك جامد. بعد في شغلة أخيرة، إنه مجرد ما تشيلوه من القالب بيتغلف دغري، نحن حكينا فيها هيدي النقطة، دغري بيتغلف منشان يضل الريحة الحلوة فيه وما يتطاير الزيت العطري، لأنه هيدا لما بتحطوه حدكم بيعطي ريحة حلوة كتير بالأوضة. فإذا بدكم تستعملوه لمنتجاتكم التجميلية تبعيت البشرة فبتغلفوه، وإذا بدكم تستعملوه كتعطير للمنزل أو الخزانة أو هيدا أكيد بده يضلوا مكشوف. اوكي، انا حارجع اعمل لكم فيديو جديد عن مكعبات المسك لتعطير الخزائن والحمامات والملابس وهيك. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبنلتقى بفيديو جديد، وما تنسوا لايكس ابدا، حطوا بليز لايكس. باي.